سلام يا حلوين، كيفكن؟ أنا اسمي جبرفان للأطفال الصغار. هيدا السجن اللي هون أنا عامله للأطفال اللي ما بيسمعوا كلام أمهم وأبوهم، للي بيعذبوا أهلهم. هيدا السجن بحط فيه الأولاد وبخليهم يحطوا لهم جرادير كبار عشان يأكلوهم لأنه ما بيسمعوا كلام أهلهم. هلأ كل ولد بيعذب أهله بدي جيبوا هيدا الخبز لهون. هلأ بعد شوي رح تجيبهم على صور الأولاد اللي أنا خطفتهم واللي ما بتسمع كلمة أهله. وكل ولد ما بيسمع كلمة أهله رح جيبه لهون. أنا رحت خطفت كل أولاد ديك مرة عشان كانوا عم بيعذبوا أهلي وحطيتهم بالحبس وأكلوا الأنفال. فكل واحد ما بده يسمع كلمة أهله رح يجي لهون. هيدا هو السجن لكل الأولاد اللي ما بيسمعوا الكلام. ونحنا بنضرب الأولاد وبنعذبهم لأنه بيسمع أهله. بس لما يصيروا يسمعوا كلمة أهله بنرجعهم لعند أهله. مرحبا يا حلوين، كيفكن؟ أنا اسمي عمو الغول. أنا مسؤول عن الأولاد اللي ما بيناموا بكير، وكل ولد ما بينام بكير هو بيسمع كلمة أهله بس يقولوا له قوم نام. بيجي بالليل باخده بسحبه من إجري وبجيبه لعندي لهون على الحبس. شايفين هيدا الحبس؟ هيدا مليان ولاد صغيرة ما بتنام بكير، وكل ولد ما بينام بكير بجيبه بحطه بالحبس وبخلي مع الجراتين مع الفيران مع الخفافيش. بتجي ليه وبتاكله، وبس يسمع الكلمة ويصير مقدب برجع برجعه لعند أهله. ليون الجناني والعفاريت بالليل بيقبعون عيونهم وبيعموهم وبيحطولهم فحم على راسهم وعلى وجههم بيدهنهم أسود وبيضربوهم حتى يتعلموا ويسمعوا الكلمة. اللي ما بده يسمع الكلمة أنا بربيه وبحطه هون، وبس يصير يسمع الكلمة برجعه لعند أهله.